مساء الخير لي موميكسز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم عندي لكم كيك برقائق الشوفان وفلوكون دافوان. طيب على البخار فاغوما، يجي عجيب. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. دائما مع ثيرموميكس والوصفات ديال كوكيدو، انا دخلت ديريكتومون ما سيمين، اختاريت ندير اليوم هذا لو غاتو. عطاني المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش لاكسي لكوكيدو. عطاكم المقادير: 8 ديال البيضات، 180 غرام ديال رقائق الشوفان، 200 غرام ديال الكاكاوات، انا ما كانش عندي، درت لينواد كاجو اللي يكونوا محمرين، 250 غرام ديال التمر، 40 غرام ديال زيت البلدية، 80 غرام ديال العسل، قبيصة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال القرفة، والماء باش نطيبو لو كيك، واحد لو مول اللي يكون قياس الفاغوما، هاد لو باني فاغوما، ونقدو نسدو عليه على هاد الشكل. نبداو على بركة الله. غادي نفصلو البياض على الصفار، نحلو لو بول، نديرو الفوي، بيض ديال البيض، قبيصة الملح، نسدو ونسيليكسيونيو 8 ديال الدقايق سرعة 4. نزولو الفوي ونصبو البيض ديال البيض في شي ريسيبيون ونوضعو على جنب. نغسلو لو بول، نشفوه مزيان ونوضعو لي فلوكون دافوان رقائق الشوفان، نسدو خمس سكوند فيتاس 8، خمسة ديال الثواني سرعة 8. من بعد نزيدو أوغاك لي باغوا، يعني نهبطو الجنيبات، زيدو لي نواد كاجو، سدو خمسة ديال التواني كذلك سرعة 8. نغاكل لي باغوا ونزيدو التمر، نسدو 10 ديال التواني سرعة 7. نديرو هاد الميلونج على جنب في ريسيبيون، نردو لو بول ونديرو الفوي، نديرو داك الصفار ديال البيض اللي خلينا، ثمانين غرام ديال العسل،
زويتة بلدية 40 غرام، ملعقة صغيرة ديال القرفة، و 320 غرام من داك لو ميلونج ديال لي فلوكون دافوان، رقائق الشوفان والواد كاجو والتمر. نسدو ونسيليكسيونيو 15 الثانية سرعة 3، نحلو نزيدو هذاك بياض ديال البيض اللي كنا خليناه حتى هو على جنب، نسدو ونسيليكسيونيو 15 الثانية سرعة 2، ونزيدو داك اللي بقى ديال لو ميلونج من الفوق، ديك التقيبة الفوقانية. نزولو الفوي ونصبو ميلونج في المول، نعمرو المول ونوضعه في الباني فاوما، نغسلو لو بول، نصبو فيه 800 غرام ديال الماء، نسدو نوضعو لو باني فاوما من الفوق، ونسيليكسيونيو 50 دقيقة فاغوما فيتاس 1. عندي واحد لاستيس باش ما ينزلوش دوك القطيرات ديال لا فابور ديال على الكيك ويفزقو، كندير هاد السريبيتة عاد كنسد على هاد الشكل. من بعد ما طاب لو كيك كنزولو لو مول من لو باني فاغوما، كنخليوه واحد 10 ديال الدقائق وكنزولوه من لو مول. وهذا الشكل ديال لو كيك من بعد ما زولناه من لو مول. غادي نخليوه يبرد تماما، غادي ندردرو شي شويه ديال القريفه من الفوق، وكان هذا هو الشكل ديال لو كيك من بعد ما برد. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.